تقعد عرف نفسك. عبد الرحمن فارس، عضو ائتلاف شباب الثوره. كنا سمعنا او الجزيره اعلنت الاعتصام تم انهائه. لا، هو ما تم يعني النهارده احنا مستمرين في الاعتصام، وبكره ان شاء الله يتم تعليق، نعلن تعليق الاعتصام، لانه شايفين انه حققنا الاعتصام حقق طول ال 20 يوم او اكثر من 20 يوم اللي فاتوا، وبعض المكتسبات اللي ما اتحققتش على مدار 6 شهور زي المحاكمات الاعلانيه، زي قانون الغدر، زي تغيير الحكومه ولو انه تغيير جزئي الى اخره. وشايفين انه لازم نوصل رساله للناس ان احنا مش ضدهم، الناس اللي في الشارع العاديه اللي حاسه انه الناس خناهم. ومع دخول رمضان لازم توصل الناس الرساله دي للناس، ان احنا معاكم، وان احنا كنا قافلين الميدان برضو علشانكم، ودلوقتي بنفتحه علشانكم، وان مش معنى التعليق ان احنا هنسيبين الميدان او حتى هنرجع بعد رمضان، لا، ان احنا في فرصه انه ممكن نرجع في وقت قريب، اللي هو محاكمه مبارك. يعني لو لم ياتي مبارك الى القاهره او لم يتم محاكمته، احنا موجودين، هنرجع الميدان مش بعيد، بس لازم الناس تاخد الاحساس اللي هي كانت بدات تفقده في الايام الاخيره. الميدان، انا في ناس قالوا لي بعض الخيام قالوا لي مستمرين في الاعتصام، فهل يعني احنا برضو في الكلام هنقوله اللي هيقال غدا ان شاء الله، انه نحن مش ضد الاعتصام ولا ضد الناس المعتصمه ولا هتكمل في الاعتصام. الاعتصام حق مشروع للجميع، لاي حتى لو الفرد واحد من حقه ان هو يكمل اعتصامه. هنقول انه بس نطلب مننا ونتمنى على الناس ان هي تفتح الميدان اللي يصير حركه المرور. يعني ممكن الاعتصام مستمر ولكن الميدان يعني اللي عايز يكمل الاعتصام يكمل، والناس تكمل في الجزائر وفي الدوائر اللي في نصنا. شكرا.